حملوا جثمانه على الأكتاف وشيعوه إلى مثواه الأخير. محمود شاب لبناني قتل على يد مسلح داخل مطعم في حي أور شرقي بغداد بعد تأخر طلبه لدقائق معدودة، وأصاب آخر سوري الجنسية قبل أن يلوذ بالفرار. يا يشتغل الله وكيلك، بده يعيش مرته. أبو عمره 92 سنة، أنا عمري 70 سنة. قتلوه بالغصب، هيك ظلم. مرضي الله يهدي علي، والله مرضي. الله يخليكم، الله لا يحرقكم القلب. اهدر قلبي على ابني، والله اهدر قلبي. محمود لم يكمل شهره الثالث في العراق بعد، جاء مع عائلته بحثا عن قوت يومه، لكن رصاصة وصحن طعام كانتا كفيلتان لإنهاء حياته وترك عائلته دون معيل، لتبقى المطالبات بالقبض على الجاني وإنزال أقصى العقوبات بحقه. العالم اللي واقف الرعبة، كانت نساء، كانت أطفال، يعني ماكو هيك وضعية. هذا استهتار بمعنى الكلمة، يعني أطفال واقفة يجي يرمي عليها ناس نسوان. زين شنو هالانفلات؟ وين القانون؟ وين الدولة؟ يعني أنت أولا هو هذا غريب وجاي خطار عليك ببلدك، وجاي ياكل لقمة عيش هنا، وجاي يشتغل بالغربة بس حتى يحصل لقمة حلا. فيعني أتمنى الدولة همين تباوع عليهم وتنظر بأمرهم، وإن شاء الله يعني كل خير يطلع من عندهم. الحزن بدا واضحا على أهل المنطقة هنا، والخوف من استمرار عمليات القتل دون رادع من قبل السلطات الحكومية. مقتل محمود دفع العمال الأجانب في المطعم هنا إلى مغادرة البلاد خوفا مما حصل، لتبقى المطالبات بوضع حد للأسلحة غير المرخصة في العراق. من حي أور شرقي بغداد، المرغازي، روداو.